وإلى الاستعدادات لموسم الحج لهذا العام، حيث أكدت الدكتورة غادة والي وزيرة التضامن الاجتماعي أن 900 حاج من محافظتي الجيزة والمنوفية هم أول أفواج حجاج الجمعيات الأهلية سيسافرون الجمعة المقبلة، على أن يتم سفر باقي رحلات حج الجمعيات في الأيام التالية. وذكرت أيضا أن الوزارة تعمل على تيسير إجراءات السفر إلى المملكة العربية السعودية لتأدية فريضة الحج هذا العام وتوفير الرعاية الكاملة للحجاج. قال أيمن عبد الموجود المدير التنفيذي للمؤسسة القومية لتيسير أعمال الحج والعمرة بوزارة التضامن الاجتماعي إنه تم اختيار المشرفين لخدمة حجاج الجمعيات الأهلية بناء على ترشيح المحافظات.